تزامناً مع الذكرى العاشرة لنياحة مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، أقام المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي احتفالية مساء أمس لتسليم جائزته السنوية، جائزة البابا شنودة الثالث للحكمة والتعاطف لعام 2022. حضر الاحتفالية قداسة البابا تودروس الثاني ولفيف من الآباء المطارنة والأساقفة والكهنة والرهبان والسادة الوزراء الحاليين والسابقين والسفراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء الجامعات والأساتذة وممثلي عدد من هيئات الدولة ومؤسساتها. وخلال الاحتفالية قام قداسة البابا تودروس الثاني ونيافة الحبر الجليل أنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بتسليم جائزة البابا شنودة الثالث للحكمة والتعاطف إلى الأستاذ الدكتور رشاد برسوم أحد أشهر 5 علماء في علاج أمراض الكلى ورئيس مركز القاهرة لأمراض الكلى والأستاذ المتفرغ والرئيس الأسبق لأقسام الأمراض الباطنة ومؤسس مركز القصر العيني لأمراض الكلى والديلزة بجامعة القاهرة. اسمحوا لنا نستقبل أسرة دكتور رشاد على المسرح لأخذ صورة تذكارية. طبعا اتخضيتوا، ها؟ تفضلوا.